ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ انا علي سامح، فرقه تالته مودرن اكاديمي. النهارده هقدم لكم انا واروى الحصري، هقدم لكم اول لاب في البيج كويري ماشين ليرنينج، اللي هو جيتنج ستارتد ويز بي كيو ام ال. اولا، ايه هو البيج كويري اصلا؟ البيج كويري هو عباره عن مستودع بيانات مدار بالكامل من غير خوادم، بيتيح تحليل زي ما نقول متوسع شوية، ممكن يبقى متوسع بيتجاوز البيتا بايت من البيانات. وده برنامج كخدمة بيستخدم للاستعلام باستخدام الكويريز بتاعت ال SQL، تمام؟ وده فيه حاجة ميزة بيستخدمها فيها، ودي اللي هنشرحها، ان هو عنده قدرات التعلم الآلي المدمجة، تمام؟ طب دلوقتي احنا عرفنا ايه البيج كويري، نبدأ في الجزء اللي بعده. طب في ماشين ليرنينج، ايه التعلم الآلي؟ ممكن الناس ما تبقاش عارفاه. التعلم الآلي احدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تمام؟ بيوفر أنظمة القدرة على التعلم والتحسين تلقائيا، تمام؟ التجربة دي، طب دلوقتي انا دلوقتي يعني ايه هو هيتحسن من نفسه؟ يعني احنا مش هنعمل ديفلوب لحاجة، هو هيديفلوب نفسه بنفسه، وده بيتم برمجته بشكل واضح. وبيتركز التعليم الآلي على تطوير برمجة الكمبيوتر التي يمكنها الوصول إلى البيانات واستخدامها للتعلم بأنفسها. يعني تقريبا هو شرح نفسه. طب وكده وقفنا عند ايه الماشين ليرنينج؟ دلوقتي ممكن نستارت اللاب بتاعنا. اللاب بتاعنا بقى كأوفر فيو بيتكلم عن ايه؟ البيج كويري ماشين ليرنينج يعني بيتيح التعلم الآلي في البيج كويري للمستخدمين ان هم يعملوا نماذج تعلم آلي وتنفيذها في بيج كويري، تمام؟ باستخدام استعلامات الاس كيو ال. الهدف هو ان انا يعني بخلي الحاجة ديمقراطيز شوية على التعلم الآلي، من خلال ان انا بخلي الممارسين بتوع الاس كيو ال يبنوا نماذج باستخدام ادواتهم اللي موجودة دلوقتي، وبنزود سرعة التطوير ان احنا بنتخلص من نقل البيانات، لان نقل البيانات بياخد وقت. طيب دلوقتي ايه اللي احنا هنتعلمه؟ يعني ايه اللي هنتعلمه بالبي كيو ام ال؟ ازاي بقى ننشئ النماذج دي بتاعت التعلم الآلي ونقيمها ونستخدمها في البيج كويري؟ طب ايه اللي هنحتاجه؟ غالبا هنحتاج متصفح وشوية بس نوليدج بسيطة عن ال SQL والبيج كويري. طب دلوقتي كالعادة في اللابات اللي فاتت أو في أي كويست، بنحتاج إن احنا نستارت أكاونت على انكوجنيتو ويندو. فدلوقتي هنستارت اللاب عشان ناخد اليوزر نيم والباس. تمام، ست كونفيرم. وهنخش عادي وهنوصل لحتة اللي هي النافيجيشن منيو اللي على الشمال، هنختار منها البيج كويري. هيجيلنا الـ Welcome message بعد كده تقدم. بس كده دخلنا على البيج كويري. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ ان احنا طبعا احنا قلنا ان احنا هنعمل عملية الكرييشن الأول، فهنكريت الداتا سيت. طب الأول قبل أي حاجة، ايه هي الداتا سيت؟ الداتا سيت هي يعني مجموعة من البيانات فيها عينات تمثيلية شوية لنوع، تمثيليا قصدي التمثيلية بس ماشي، لنوع المحتوى الذي تريد تصنيفه، تمام؟
معنونة بعلامات الفئات اللي انت عايز تستخدمها في نموذج المخصص. فدلوقتي لو بصينا في الداتا سيت، هي مجموعة بيانات كمدخلات لتدريب النموذج. ماشي، ايه الستبس بقى ان احنا عشان نبلد بيها داتا سيت دي؟ هنشوفها في اللاب هنا اهو. هنكري الداتا سيت، هو هيدينا هنسمي الداتا سيت دي بالبي كيو ام ال زي ما هو قال، بي كيو ام ال لاب اندرسكور لاب كنترول سي في. هنتشيك معاه البروجرس بتاعنا. تمام كده، ننتقل بقى للخطوة اللي بعدها. احنا هنا هنكريت موديل. تمام، فلما نكريت موديل احنا هنضطر نكريته جوه الداتا سيت بتاعتنا دي. طبعا هنستخدم ان احنا نجيب تيبلز معينة، فهنحتاج ان احنا نخلي التيبلز دي الاول، هنخلي الموديل بتاعنا ده من نوع معين، وبعد كده نخلي التيبلز اللي جواه من تاريخ لتاريخ. فتمام، احنا هنستخدم الكوماند لاين بتاع، هو ده كويري عامة، هنستخدم الكوماند لاين بتاع اللي هو الكرييت اور ريبليس موديل، وده الموديل بتاعنا. الاوبشنز ان احنا نخلي الموديل تايب لوجيستيك، لوجيستيك يعني هو هيرجع يا صفر يا واحد. تمام، جملة السيلكت بقى اللي هتحدد لنا الحاجات اللي جوه. اولا ترانزاكشنز لو نال هترجع صفر، لو لا هتبقى واحد، ودي هنسجلها كليبل. لو اف نال، ف اف نال يعني لو هي ما طلعتش بنال، يبقى كده الديفايس اوبريتنج سيستم هيطلع لنا دبل كوتيشن. تمام، زي ما موجود هنا بالظبط كده، وهنرجعها كويس. بعد كده هنحدد بقى الكونتري، ونفس الشيء هنحدده في البيج فيوز. تمام، هنستخدم اف نال في الاثنين. طب دلوقتي انا حددت التيبلز بتاعتي هيبقى فيها ايه، الاتريبيوتس بتاعت التيبل. فدلوقتي ده هيبقى من الداتا سيت بتاعتنا اللي هي بالاسم ده، لان انا خدت كذا تيبل منها. طب انا عايز احدد بقى من تاريخ كام لتاريخ كام، فهنا هنحط اللي هي التيبلز فيكس بتوين من تاريخ كام، 1/8/2016 لحد 31/6/2017، وبليميتيشن ان 100,000 داتا بوينت. هنعمل الليميتيشن دي هنحددها عن طريق كود ليميت. تمام، دلوقتي بقى انا عايز اعرف اللي انا عملته ده هيعمل ايه في الفيزيتور بتاعنا. مثلا الجهاز الفيزيتور ده هي سواء او اي جهاز مذكور مثلا، وبلد الزائر وعدد مرات مشاهدة الصفحة كمعايير، دي كلها معايير ان احنا هنحدد بيها الاجراء هيتم المعاملة ولا لا. تمام، في حالة البي كيو ام ال لاب اللي احنا كريتناه اللي هو الداتا سيت اللي احنا كريتناها، اسم المجموعة ده هيبقى اسم المجموعة، والسيمبل موديل ده اسم النموذج. نوع النموذج المحدد ده الانحدار بتاع اللي احنا خليناه من نوع لوجيستيك، والتسمية دي بنحاول ملائمتها يعني. تمام، في نقطة صغيرة بس، لو كنت مهتم بعمود واحد بس، كولوم واحد بس، فدي طريقة بديلة لتعيين input label calls واحنا حددنا من التاريخين. يعني احنا عملنا الكرييت موديل من، تقتصر البيانات بقى بتاعة التدريب دي من اللي احنا جمعناها من 1 أغسطس لحد 30 يونيو زي ما احنا عملنا، ويتم حفظ البيانات دي في الشهر الأخير زي prediction كده. فاحنا هنروح نكريت الموديل ثانية واحدة بالكوبي بيستن. أنا تقريبا الصفحة دي مهنجة، مش عارف أتك على حاجة. نرن الكود اللي احنا شرحناه. هياخد وقت شوية بس. عامة كده احنا خلصنا الستيب بتاعت كرييت موديل.
الخطوة الجاية بعد الكريريات موديل هتبقى الإيفالويت بتاعة الموديل ده، ودي أروى هي اللي هتقدمها ليكو، هتفهمكوا بالظبط إيه اللي المفروض يتعمل في الإيفالويت. فأنا هعمل لها بريزنت، إن هخليها تبريزنت، بس ممكن تبدأ يا أروى. هاي يا شباب، عاملين ايه؟ انا اروى عليك، كمبيوتر ساينس مودرن اكاديمي. تمام. ثواني بس. هكمل على علي ان شاء الله. هشرح ازاي نعمل ايفالويت الموديل وازاي نستخدم الموديل ده. تمام. هو كده كده باين الكويست ولا لا؟ تمام، باين. اوكي. طيب مبدئيا كده احنا محتاجين بس نوضح كام حاجة. احنا عندنا في الماشين ليرنينج مودلز عندنا انواع. تمام. فالنوع الاول عندنا اسمه لينير ريجريشن موديل، والنوع الثاني اللوجيستيك ريجريشن موديل. طيب ايه الفرق بينهم؟ احنا طبعا استخدمنا في الكريشن بتاعنا استخدمنا اللوجيستيك ريجريشن موديل. بس سريعا كده الفرق بينهم، اول حاجه اللينير ريجريشن معناه انه انا لو استخدمت النوع ده فانا الريزلت بتاعتي في الاخر هتطلع لي كفاليو معينه. تمام. هيديني رينج معين من الارقام انه هي دي الريزلت بتاعتي. مثلا لو عملنا كريشن لموديل معين وقلنا مثلا عايزين درجات الطلبة، نطلع درجات طلبة مثلا بناء على عدد ساعات معينة بيذاكروها يعني. فالريزلت في الآخر لو أنا استخدمت اللينير ريجريشن أنا الريزلت بتاعتي هتطلع لي أرقام يعني 60% 70% وهكذا، عكس بقى اللوجيستيك ريجريشن موديل. تمام. لو عملت نفس عملت كريت لنفس الموديل ونفس كل حاجه بس الريزلت في الاخر هتطلع لي يا ترو يا فولس، 0 1 يس نو كده يعني. تمام. ده الفرق بين اللينير ريجريشن واللوجيستيك ريجريشن. تمام. تمام. هنشرح دلوقتي كام ستيتمنت كده احنا بنستخدمها في السيكوال. اول حاجه سيلكت استريك، احنا بنستخدم select asterisk هنا بالذات علشان هنعمل او هنحدد كل التيبلز الموجودة في الـ او كل الكولومز الموجودة في الموديل بتاعي اللي هو اسمه sample model. تمام. طبعا طبعا كل الكولومز دي عشان هي واخدينها من الموديل sample model. تمام. فهنستخدم ال from. تمام. في هنا فانكشن اسمها dot ال ml.evaluate. تمام. دي انا بستخدمها لما بعمل evaluation. تمام. فالسطر ده معناه انه كل الكولومز اللي انا عملت لها select. تمام. اخدناها من الموديل بتاعنا اللي هو ده. عندي طبعا كمان فانكشن اسمها f، معناها ايه؟ ال f total transaction is null، معناه انا لو رحت عند الكولوم اللي اسمه total transaction ولقيت ال value بتاعتها بنال، لقيت الفاليو بتاعتها بنول، انا دلوقتي هرجع القيمه بتاعتي هتبقى 0. تمام. لو لقيتها فاليو غير النول هتبقى 1. والاف نول برضو لو رحت عند الكولوم اللي هو الديفايس اوبريتنج سيستم ولقيت الفاليو بتاعتها بنول فهو هيطلع لي نول عادي. تمام. لو لقيتها حاجه غير النول هيطلع لي السبيس ده. تمام. زي ما شرح علي بالظبط. بالنسبه للفانكشن اللي اسمها از، دي معناها ان كل الانفورميشن او كل الداتا اللي انا هاخدها من هنا من التوتال ترانزاكشن هتندرج تحت الكولوم اللي اسمه ليبل. تمام. وهنا برضو نفس الحوار، يعني كل الانفورميشن اللي انا هاخدها من الديفايس اوبريتنج سيستم اي انفورميشن هاخدها من هنا هتكون تحت مسمى الاو اس. تمام. طبعا كل الكولومز اللي في السيلكت هنا احنا اخدناها من موديل اسمه بيج كويري بابليك داتا، احنا شرحنا قبل كده يعني ايه فروم. تمام. وزي ما شرح علي بالظبط اللاين بتاع التيبلز سفكس بتوين التو ديتس دول معناه ان دي ان هو هنا بيبين لي او بيحدد لي كل التيبلز اللي انا استخدمتها بين التو ديتس دول. تمام.
طبعا انا الجمله دي انا عمري ما هستخدمها لو انا استخدمت تيبل واحد بس، عشان انا استخدمت اكتر من تيبل فانا استخدمت اللاين ده. تمام، ده كل حاجه بالنسبه للايفالويت. هنروح بس نشوف هنران الكود. المفروض طبعا الريزلت بتاعتي تطلع لي دي بالظبط. تمام، نعمل تشيك بروجرس. تمام، احنا كده خلصنا بالنسبه للايفالويت ذا موديل. بعد ما عملنا ايفالويت بقى هنيجي نشوف هنستخدم الموديل ده ازاي. طبعا هو هنا في التاسك هنا اداني جزئين. تمام، الجزء الاولاني طبعا انا هنا عموما في الجزئين هنا هعمل بريدكشن. تمام، ففي اول حاجه قال لي اعمل بريدكت بيرتشس بير كونتري وبريدكت بيرتشس بير يوزر. تمام، طبعا هو هنا طالب مني انه انا اعمل predict the number of transactions made by visitor of each country، وهعمل sort للresult وهعمل select للtop 10 countries. تمام، نفس الكلام استخدمنا هنا statements. تمام، والselect والfrom والwhere وكده، زي ما قلنا انه select احنا بنستخدمها علشان نحدد الكولومز اللي احنا هنشتغل عليها. وهنا في التاسك هنا عملنا select للcolumn اسمه country، وكولوم تاني بيطلع لي السم بتاع ال Predict Labels واللي هيتسمى في الآخر Total Predict Purchase. تمام، نفس كده يعني Column Country وال Total Predict. في function تانية اسمها ML.Predict، وإحنا لو خدنا بالنا في Evaluate the Model كان في ال function نفسها بس ML.Evaluate. تمام، هنا بقى ال ML.Predict معناها أو هنا بيديني hint إنه كل الداتا اللي انا استخدمتها في التو كولومز دول معمول لهم بريدكشن واخدناهم من الموديل اللي احنا كريتناه فيه. تمام، طبعا هنا الجزء ده احنا شرحناه فيه مش هنحتاج نشرح تاني. تمام، ونفس الحوار هنا في الفروم، احنا الكولومز اللي اخدناها في السلكت هنا اخدناها من الموديل اللي هو البيج كويري بابليك داتا، ونفس الكلام في التيبل سفكس بتوين التو ديتس دول. عندنا بقى هنا ستيتمنت جديده استخدمناها، الجروب باي والاوردر باي. تمام، الجروب باي كونتري معناها ايه؟ معناها ان هو بيجمع لي الداتا على حسب كل بلد. بمعنى مثلا انا هنا عندي كندا مثلا، انا لو ما استخدمتش جروب باي هلاقي كندا 4 مرات، الريزلت بتاعتها 4، هلاقي كندا 4 مرات واخده مكان على الفاضي. تمام، لو انا استخدمت الجروب باي اللي احنا استخدمناها هنا جمع لي كندا مرة واحدة وحط لي الريزلت بتاعتها مرة واحدة، ما عمليش 4 كندات يعني. تمام، بس ده بالنسبة لي الستيتمنت بتاعت الجروب باي. الستيتمنت اللي بعدها الاوردر باي، انه هنا بيقول لي انه انا هرتب الريزلت اللي هتظهر لي على حسب ايه بالظبط. تمام، فانا هنا بيقول لي اوردر باي توتال بريدكت بيرتشس. هو فعلا هنا لما نيجي نشوف رتبها لي، مش مرتبهاش عشوائي، هو رتبها على حسب الـ Total Predicted Purchase ورتبها لي من الأصغر للأكبر. فدي فايدة إن أنا لو استخدمت Order By. تمام، طبعا آخر حاجة عندي اسمها حاجة اسمها Limit. طبعا هو هنا قال لي قبل ما أبدأ قال لي إن هو عايزني أعمل Select للـ Top 10 Countries، فأنا هنا هستخدم الـ Limit 10. يعني زي ما بقول له مثلا أعمل لي Display للـ Top 10 Result مثلا، اكتر من كده مش هيعمل. لو انا محتاجه 11 انا مش هيديني علشان الليمت بتاعي 10. طبعا لو انا عايزه اكتر من كده انا بغير الليمت بس مش اكتر. تمام، ده بالنسبه للشرح الكويري دي. نيجي نشوفها بس نعملها ران. المفروض ان الريزلت هتطلع لي 2 كولومز، الكونتري والتوتال بريدكت بيرتشس زي ما انتم شايفين هنا، و هيرتبها لي على حسب الـ Total Predicted Purchase. ده بالنسبة للجزء الأولاني. وخلي بالكم احنا هنا استخدمنا الـ Column اسمه Country. تمام، تحت بقى قال لي ايه الجزء التاني، قال لي ان هو قال لي ان هو عايز اعمل Predict الـ Purchase per User. طبعا هنا نفس كل حاجة فوق، بس هستخدم بس الـ User. تمام، على اليوزر يعني. طبعا انا هنا السلكت الكولوم اللي انا هعمله سلكت
كولوم اسمه فيل يوزر اي دي، تمام. وفي اللاين ده كمان عندي حاجه اسمها از كونتري فيل يوزر اي دي. لو جينا قارنا بين ده واللي فات هنلاقي انه هنا كان از كونتري بس، والكولوم هنا كان كونتري. اخدنا الداتا بتاعت الكونتري وهنا بتاعت اليوزر، طبعا نفس كل حاجه ونفس الستيتمنت ونفس كل حاجه، فانا يعني واضح اعتقد. نيجي نعمل ران للكود. تمام، نفس الريزلت اللي المفروض تطلع يعني ده. بس انا كده خلصت. تمام، بس تشيك البروجرس. طبعا احنا اخترنا اللاب ده علشان كله بيزكس المفروض تكونوا عارفينها علشان باقي الكويست. تمام، هو باقي الكويست سهل جدا يعني مش اكتر، بس لازم تكونوا عارفين الحاجات دي كلها. بس خلصت. اي سؤال؟ أي أسئلة يا شباب؟ تمام. ميرسي كويس جدا يا مرس. كويس يا جدعان، ميرسي ميرسي ميرسي. عايش عايش يا جدعان، عايش 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 يا جدعان. اشكر اروى جامد لان البرزنتيشن الجميله دي من عمل ايديا يا جدعان. يعني بقى عظمة عظمة.